جميعنا نتذكر مأساة 5 أقباط في إناء قضوا مدة سجنهم لمدة 25 سنة بالسجن، وبالرغم من انتهاء مدة حبسهم لكنهم لسه محبوسين حتى الآن أكتر من سنة ونص فوق التأبيدة اللي كانوا واخدينها. القصة تعود إلى عام 1993، أكتر من 26 سنة الآن، بقرية تابعة لنجا حمادي بإنا، بنت مسيحية قاصر هربت وتزوجت من أحد المسلمين بالقرية وأشهرت إسلامها بنت قاصر. أشهرت إسلامها وعاد زوجها بها إلى القرية وسكنه أمام أسرتها القبطية، واستمرت الاستفزازات على مدى الأيام اللي بعدها. شقيق الفتاة القبطية وبعض من عائلتها قرروا الانتقام وقاموا بالفعل بقتلها. قامت بعد كده تظاهرات واعتداءات من قبل المتشددين، قاموا بالهجوم على مناطق ومنازل الأقباط بقرية المشابك وقرى أو قرية أخرى مجاورة، حتى بالرغم من أن القرية المجاورة ملهاش أي علاقة أو قرابة بأسرة هذه الفتاة القاصر القبطية. تم تهجير 10 أسر من الأقباط من قرية المشابك، وتم تهجير عدد كبير من أقباط القرية الأخرى، أكثر من 40 أسرة قبطية. بعد ما تم نهب منازلهم تم تهجيرهم إلى خارج قريتهم، إجمالي 50 أسرة قبطية تم تهجيرهم بعد هذه الجريمة. في نفس العام اتقبض على شقيق الفتاة القبطية القاصر وابن عمها وآخرين 6 أقباط، أخذوا 25 سنة مع الأشغال الشاقة. طبعا أياميها من 26 سنة كانوا كلهم شباب وفي مقتبل العمر، واحد منهم مات داخل السجن وفاة طبيعية، الباقين فضلوا داخل السجن. يعني شقيق الفتاة القبطية اللي قام بقتلها كان سايب مراته حامل قبل ما يدخل السجن، دلوقتي بنته كبرت واتجوزت وخلفت وبقى جد ولسه ملحقش يشوف بحفيدته. أخدوا عقابهم بعد مرور 25 سنة في السجن، كانوا مفروض يطلعوا من السجن العام الماضي، لم يتم الإفراج أو الإعفاء عنهم لأي سبب من الأسباب، ولا عيد الأضحى ولا عيد الفطر ولا أعياد وطنية ولا حتى أي مناسبة، لكن مفروض إن هم دلوقتي خلصوا المدة منذ شهور طويلة، حتى الآن لم يتم الإفراج عنهم. ويعني ما زال أسرهم وأهاليهم وذويهم في انتظار يعني الإفراج عنهم. معنا أحد أقارب الأقباط الخمسة المحبوسين. مساء الخير يا فندم. ألو، مساء الخير. بنحاول نتواصل مع أحد ذويهم. يعني حتى الآن لما بتيجي أسر الأقباط الخمسة بيسألوا إيه سبب عدم الإفراج عنهم بعد انتهاء 25 سنة، بيجي الأمن يقول لهم لدواعي أمنية. دواعي أمنية إيه اللي تخلي مؤسسة من مؤسسات الدولة يعني تبقي الحبس على 5 أفراد ما زالوا محبوسين بعد ما قضوا 25 سنة سجن، القديم مات وكل الموضوع انتهى وناس تم تهجيرهم وعوقبوا قانونيا، تم معاقبتهم 25 سنة لـ6 أفراد، واحد منهم مات جوه السجن.
25 سنة لخمسة أفراد ما زالوا محبوسين حتى الآن. تم نهب أكثر من 50 أسرة قبطية وتم تهجير 50 أسرة قبطية ما بين 10 في قريتهم الأساسية و40 في قرية مجاورة ما كانش ليهم أي ذنب أو أي علاقة بالموضوع من الأساس. معنا على التليفون أحد أقارب المساجين الأقباط. مساء الخير يا فندم. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. هل في أي جديد بخصوص المسجونين؟ لا، ما فيش أي حاجة جديدة، الورقة اترفض برضو. قدمتوه إمتى؟ اتقدم من مدة شهرين كده واترفض، واترفضش في ملف، يعني اترفض ملف ورا ملف، ما ترفضوش مع بعض. أيوة، بس ما فيش أي جديد في الموضوع تاني. أيوة. هل يعني بتقدروا تروحوا تقابلوهم في سجنهم؟ من مدة شهر كده رحنا زرناهم. أيوة، وكان إيه رأيهم؟ بصراحة هم تعبانين قوي، آخر زيارة دي كانوا تعبانين خالص، لأنه أي جهة أمنية هنا بترفض الورق بتاعهم. أيوة، والمحامين بيقولوا لكم إيه لما بتقدموا هذه الطلبات وبيتم رفضها؟ يعني إيه عذر الأمن؟ يعني دواعي أمنية، إيه السبب؟ دواعي أمنية، ما قالينش أي سبب غير دواعي أمنية. يعني الشيء الوحيد اللي يجي لتقديري بما أنهم يعني في الصعيد أنه خايفين لأسرتها الجديدة، أسرة المسلم اللي أغواها لما كانت قاصر، ان هم يقوموا بالطار وينتقموا، هل ده اللي في ذهن الامن؟ هو ما فيش حد اساسا قاعد من الاسره بتاعتهم، لانهم هم مشوا من زمان. مشوا من القريه من زمان؟ ايوه، مش زي ما احنا مشينا من القريه، هم مشوا من القريه. انتوا مشيتوا امتى من القريه؟ بعد الاعتداء؟ في الحادث نفسه، يوم الحادث نفسه احنا مشينا من القريه ما رجعنا لهاش تاني. من سنه 93؟ من سنه 93، وهم مشوا زينا برضه ما رجعوش تاني القريه. تمام. سمعت ايضا ان انتوا يعني العلاقه بينكم وبين باقي المسلمين في القريه، سواء يعني اللي كانوا جيرانكم وباقي افراد القريه، العلاقه طيبه هناك بينكم وبينهم؟ احنا بنواجبهم في واجباتهم وهم بيواجبونا وفي افراحنا. اي في المناسبات، يعني العلاقه بيننا ما بين بعض كويسه. تمام، ده شيء كويس. سمعنا ايضا ان انتوا قلتوا لما دخلتوا معايا من عدة شهور، في احد المتصلين قال انه عرض انه يكتب تعهد بانهم بعد ما يطلعوا الخمسة دول من السجن مش هيرجعوا البلد خالص. ايوه، احنا مستعدين ان احنا نكتب تعهد انهم ما يدخلوش، ما يجوش اساسا مركز نجا حمادة، ولا جينا خالص ما يقعدوش فيه، يعني أيوة. يروحوا اي مكان، احنا مش عايزينهم يقعدوا في الصعيد خالص. هل انتوا لسه عند وعدكم، مستعدين فعلا ان انتوا تاخدوهم الخمسة خارج القرية؟ ايوه طبعا. ايوه، ويعني اشرح لنا اكتر بخصوص يعني في البداية موضوع الاخ اللي توفى داخل السجن وتوفى بوفاة طبيعية. لا، ده توفى من اول، من زمان، يعني من بعد الحادث يمكن بسنتين ثلاثة. ايوه، توفى على طول، ما قعدش زي، يعني ما قعدش. تمام، وسمعنا كمان انه في واحد منهم كان سايب زوجته حامل، خلفت وبنته كبرت واتجوزت وبقى جد كمان. دولتنين، ده عمي واخوي سابوا ستاتهم حوامل. ايوه، والتنين معاهم كل واحد بيت، وبناتهم اتجوزوا معاهم عيال. ايوه، طبعا هذه القضيه اللي المفروض ان هي تهم الراي العام المصري كله، سواء اقباط او غير اقباط داخل مصر او خارج مصر، يعني طبقوا القانون بحذافيره وباقصى عقوبه 25 سنه مع الاشغال الشاقه، وبعد انتهاء المده ما زال محبوسين داخل السجن. حضرتك تحبي هم يوم 23 تسعة، يوم 23 تسعة الشهر دي
كمل 26 سنه بالظبط. امبارح كملوا 26 سنه. امبارح 26 سنه على كده، والنهارده دخلوا في 27. ايوه مع انه عمي والثلاثه اللي في ثلاثه منهم سنهم عدى ال 50. ايوه مفيش حاجه اسمها دواعي امنيه تمشي عليهم لانهم دول عدوا الخمسينات. ايوه ايوه بس هم هنا بيقولوا دواعي امنيه. تمام تمام هل حضرتك تحبي تضيفي اي شيء اخر؟ لا تمام تمام شكرا. مش عايزه يعني مش عارفه اقول ايه. متشكر جدا لحضرتك. معنا ايضا في هذا الشان الاستاذ مينا ميلاد الناشط الحقوقي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. يعني احنا عندنا عده حالات سبق وناقشناها من قبل على هذا المنبر وعلى منابر اخرى كنا بنطلع نخدم فيها في الموضوع الحقوقي للاقباط. شفنا قصه جرجس بارومي وطالب الجميع وطالبنا معهم بخروجه، لكن بنفاجأ بهذا الموضوع. خمسة أقباط بعد ما انتهت مدة حبسهم بالأشغال الشاقة المؤبدة و25 سنة سجن، دلوقتي السلطات المصرية رافضة إن هي تفرج عنهم. يا أستاذ هاني في تعسف متعمد تجاه قضايا الأقباط بصفة عامة. أولا الأشخاص ديت لما تم القبض عليها لم تكن العقوبة عقوبة جنائية، لما هي المفروض تطبق عليها عقوبة جريمة الشرف. أيوة. وهي إن معروف إن القانون بيحترم العرف، أو القانون هو من العرف. فالعرف في الصعيد معروف عليه إن أي شخص بنته بتعمل قضية مخلة بشرف فهو بيخل بشرف العائلات بالكامل، والعرف الدارج ان البنت لو هي خرجت عن طاعة لها اكلها الى اخره من العقوبات اللي بتفرض. لكن القانون في هذه القضية طبق بتعسفية بحتة. طب هنفترض الفرض الجدلي ان الشخص اللي هو قتل اخوها مثلا او اي حد من اقربائها، العقوبة بقت عقوبة جماعية ووصلت لان اعلى درجات العقوبه التعسفيه 25 سنه حبس. ايوه. هل هذا الكلام يعقل؟ هل لو هذه القضيه تمت مع شخص من ديانه اخرى ستعامل بهذا المنطلق وبهذه وبنفس نص ماده العقوبات؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه طبقا للقوانين تنظيم اداره السجون من ابتداء من الماده 49 والماده 50 والماده 51 و52 وانتهاء بالماده 87 و88 بنقول ان بعد انتهاء مده العقوبه سالبه الحريه بيتم الافراج عن المسجون ظهر اليوم التالي لانتهاء المده. ايوه. طيب الاشخاص دي لا زالت محتجزه لما يقرب من عام زي ما قالت قريبتهم، وبتقول ان احنا كده انهينا 26 سنه وبدينا في 27. هل السنه العقوبه ديت الزياده القانون نص عليها، ولا احنا بنحاسب ناس بقوانين وبعقوبات غير منصوص عليها؟ طيب هو لو قال لي النهارده ان الافراج دوت افراج عدم اتمامه لدواعي امنيه، انا هسال سؤال، ما هي الدواعي الامنيه في قضيه مخله بالشرف؟ ولا هو عشان الطرف الجاني مسيحي والمجني عليه يعني هقول ايه؟ طيب يعني المجني عليها قبطيه قاصر اسلمت. ايوه وده مخالف للقانون برضه يا فندم. ايوه ازاي قبطيه وقاصر وتشهر اسلامها ويتم عقد جوازها وده مخالف لقانون الامومه وقانون الطفل وقانون المراه وكافه المواثيق الدوليه لحقوق الانسان اللي بتحافظ على ده طفل. طفل ازاي طفل يغير ديانته وهويته ويتحول لديانه اخرى ويرتبط ويصبح في مجتمع اخر غير المجتمع اللي تربى فيه، وفي النهايه الدوله مش عاجبها ان الاب او الابن او الاخ صار لشرفه لانه كان مسيحي واللي قتلها تعتبر مسلمه، ولا على الرغم ان اسلامها مشكك فيه بشهاده فتوى شيوخ الازهر، دي بنت قاصر لم يجوز لا يجوز اسلامها. ومع ذلك انتهينا من القضيه وتمت العقوبه ولم تكن عقوبة فردية بل كانت عقوبة جماعية وأشخاص كتير جدا نالوا فيها عقوبة بدون ذنب. أكثر من 80% من سكان القرية تم تهجيرهم.
أيوة. إضافة إلى الأشخاص الذي تم تقييد العقوبة سلبية الحرية عليهم وهم الأفراد اللي تم حبسهم وقضوا ريعان شبابهم في السجن. دخل واحدة بتقول إن ساب مراته حامل وخارج بعد 26 سنة. ده يعني لو إحنا إيه خلاص ربنا كرمنا وانتهينا من مدة العقوبة وأنهيناها في الفترة إيه اللي جاية ديت لما يستجد في الأمور أمور يعني. طيب بعد 26 سنة حبس ايه نوع الخطر او ايه نوع الدواعي الامنية مع اشخاص تعتبر خرج قواها؟ واحد دخل الحبس عنده ما يقرب مثلا من 30 وقضى 25 يعني عنده فوق 50، هل الشخص دوت عنده القدرة ان هو يتعامل في هذا الموقف من اي جانب من الجوانب؟ ده اضافة لان الاطراف نفسها اللي كانت موجودة في القضية بنسبة كبيرة منهم يعني نسيوا القضية تماما. 25 سنة كافية ان هي ايه تخلي الاشخاص تتغير الفكر وتنسى حاجات كتير. ده يعني ده زي ما حضرتك سمعت من يعني احدى اقارب الاقباط الخمسة المسجونين انهم اولا بيوجبوا مع المسلمين في القرية والمسلمين في القرية بيوجبوا معاهم في المناسبات وفي اي يعني احداث بتحصل لهم افراح او يعني حالات وفاة تم تهجيرهم خارج القرية وسابوا القرية ومشيوا من ساعتها على استعداد ان هم يمضوا تعهد ان الخمسة اللي هيطلعوا ما يرجعوش القرية خالص ويبقوا خارج محافظة انا بعيدين تماما عن يعني المحافظة كلها، لكن بالرغم من كده يعني لم يشفع للجهات الأمنية علشان تفرج عنهم. لا يا فندم، هنا هناك تعسف واضح من الجهة الأمنية، وغير ان هو في تعسف واضح ان هم بيخالفوا القانون، لان لا يجوز احتجاز شخص على هوية ما بدون ان يكون هناك نص عقوبة. هم بالفعل انهوا نص العقوبة، مادة العقوبات اللي هي كانت مطبقة عليهم بالحبس لمدة 25 سنة انهوها. احنا النهاردة 26 سنة يعني بزيادة عام عن مدة العقوبة بدون وجع حق. أيوة. فالمفروض ان احنا بنخاطب ادارة السجون ومصلحة السجون وبنخاطب السيد النائب العام ان هو يصدر قراره باتمام الافراج، لان هو بالفعل افرج عنهم لكن مقيدين ويقضون عقوبة سلبية الحرية في وقت هم ليس لهم عقوبة فيه. فلابد اني نخاطب الجهات المسؤولة وبنخاطب اعلى جهة في مصر وهي رئيس الجمهورية المنوط به الافراج، وزي ما بيعمل افراجات على ناس كانت يعني هناك افراجات لاشخاص لا يحق لهم الافراج، منهم جماعات اسلاميه، منهم جماعات ارهابيه، منهم متطرفين، منهم متورطين في احداث جنائيه الى اخره. يعني الناس دي خرج استخراج افراج مشترك او مشروط. لكن الاشخاص دي انهت العقوبه بتاعتها، باي حق الان تقضي عقوبه اخرى؟ اي قانون يقول هذا الكلام؟ هل تعتقد ولا هو المشكله ان هم اقباط؟ ايوه. هل تعتقد حضرتك ان الدوله بتنتقم للقبطيه القاصر اللي اسلمت او اللي اغووها واسلمت؟ ليه لا؟ ما هو يا فندم الانتقام بدا بدايه من القاضي اللي حكم على الموضوع اللي هو خلى العقوبه على اشخاص مش هم اللي عمل. يعني القانون بيقول ايه؟ ان الشخص اللي عمل الجريمه هو اللي بياخد العقوبه. طب هل المجموعه كلها قتلت؟ افترضا ان اخوها قتل، بالرغم ان زي ما قلت لحضرتك في بدايه الامر ان هذه العقوبه تطبق عليها جريمه الشرف وهي لها نص عقوبه اخرى متفقه مع العرف للمكان اللي هي ايه تمت فيه الجريمه، لكن هم اخذوا اقصى درجات العقوبه وزياده نتيجه القتل العمد وزياده 25 سنه، وقد تكون قد زادت كمان على العقوبه المسموح بها. ايوه. فلابد ان الدولة تنظر للاقباط وغير الاقباط بنظرة القانون دون ان يتأثر احد الاطراف بهوية الدين. ليه؟ لان القاضي اولا اللي حكم على في هذه القضية كان مسلم، فكان متأثر بالهوية الدينية الاسلامية. والقانون بيقول ان لو كان الشخص اللي هو بيحاكم احد له اي ارتباط او ان هو ليه اي وجه قرابة او ثقة او اي معرفه بالامر المفروض ان يتنحى ايه القضيه. فطبعا القضيه تم تسييسها بموضوع ان هي
قضيه في بنت اسلمت، والبنت ديت تم قتلها واللي قتلها اقربائها، فتمت العقوبه بالصفه الجماعيه وتضرر منها اخرين كثيرين اكثر من 80%. احنا بنطالب الدوله بقى مطالبه فعليه بقى، بنقول افراج على الناس ديت بدون قيد او شرط، لان هم انهوا مده العقوبه. الحاجه الثانيه احنا بنطالب ان الامن ياخد يجيب الناس اللي هي ممكن تعمل حاجه زي كده، لو في من الطرف الاخر ده ان كان فيه، وانا متاكد ان مفيش، دليل ان القريه بتعيش الان مسيحيين ومسلمين مفيش اي مشكله، تاخد تعهد عليهم. والحاجه الثالثه ان الاشخاص ديت لن تستطيع ان تدخل في مشاحنات مع اخرين، لانهم اساسا قدر عن شبابهم في هذا المكان وخرق قواهم. فكفايه قوي بقى ظلم للاقباط كل شويه في قضاياهم، وكفايه قوي ان هم قضوا مده مش من حقهم ان هم يقضوها، ولا عقوبتهم تستحق هذا الامر. واخرين طلقاء، بناتنا بتتخطف وبناتنا بيعتدى على شرفها ولا يثأر لاحد منها. فان طبقت العقوبه فطبقها بالمساواه. كنت عايز اسال حضرتك، يعني هنا الكلام اللي بيقوله الامن انه لدواعي امنيه مش عايزين يطلعوا الخمسه المحبوسين، انا وحضرتك وكل الساده الاقباط عارفين انه السبب انهم اقباط اخذوا بطارهم او قاموا بجريمه شرف ضد اختهم القاصر اللي تم اغوائها وواحد ضحك عليها واشهر اسلامها واتجوزها. على الجانب الاخر الامن بيتظاهر وكانه خايف عليهم من انهم يتقتلوا او ان حد ياخد بالطار ويقتلهم. ايه رايك في الكلام ده؟ القضيه ديت لا تصنف للدواعي الامنيه نهائيا. لا يمكن تصنيفها للدواعي الامنيه لعدم اكتمال هذه الاركان فيها. اولا الاشخاص اللي هم كان منوط بيهم ان يحصل بينهم مشاحنات في الوقت اللي تمت فيه الجريمه كانوا لسه في ريعان شبابهم. النهارده هم خارجين وهم خارجين من القوه بتاعتهم، يعني ان هم استنفذوا طاقه شبابهم داخل السجن. فما عندهمش القدره ان هم يدخلوا في مشاحنات او اي حاجه تضر بالامن القومي للبلد. النقطه الثانيه، هم انهوا بالفعل لمده العقوبه النص عليها قانون العقوبات بناء على التهمه اللي توجهت اليهم. النقطه الثالثه، هم في تعسف من الامن، واحنا بنؤكد ان هناك جهات داخل الامن تتعامل مع الاقباط بدرجة أقل من التعامل مع أي مواطن آخر، وهم لأنهم أقباط. والنقطة الرابعة، إن هذه الجريمة كان من المفروض من بادئ الأمر ألا تصنف على إنها قضية قتل عمد أو أي من هذه الدرجات، وإنما هي جريمة مخلة بالشرف. وفي نقطة كمان، الذي كان من المفروض أن يعاقب هو الشخص الذي هوى البنت وغرر بها واعتدى على شرفها، لان هذا الزواج او هذا الاشهار غير صحيح طبقا لقانون فتوى الازهر، ان البنت لو ما كملتش السن القانوني لا يجوز اشهار اسلامها. فبالتالي هو كان من المفروض ان يعاقب هذا الشخص لانه اغتصب فتاه قاصر وغير من هويتها واحتجزها بدون علم اهلها، لكن القانون طبق على الاقباط وترك الطرف الاخر. وهذه هي النقطه التي نقف عليها دائما، ان الاقباط تعامل في قضاياها ليس لهم حقوق، وعندما يكون هناك خطأ غير مقصود منهم تفرض عليهم أقصى درجات العقوبة. إيه رأي حضرتك لما بنتكلم في هذا الموضوع ومواضيع أخرى كثيرة، وبعد كده يقولوا سواء يعني داخل مصر يعني المحامين يعني الكثيرين منهم بيقولوا لا تعليق على أحكام القضاء، إن أو يقولوا أن قضاءنا الشامخ يعني بيقوم بدوره وأن ميزان العدالة يعني قائم وسليم؟ إحنا لا نشكك في القضاء المصري، لكن هناك أشخاص داخل هذا القضاء مسيفين ومشينين بالقضاء، والدليل على ذلك في أشخاص كتير في منصة القضاء تم إن هو إلغاء تكليفهم، وفي نفس الوقت تم ضبطهم في جرائم مخله للشرف وجرائم فيها قضيه من ضمن القضايا التي اذكرها ان كان فيها اعتداء على المال العام والى اخره. المنظومه القضائيه او القضاء او القانون هو راس منصه العدل.
لكن هناك أشخاص قائمين عليه لا يطبقونه كما كان يجب أن يطبق. وده مش معناته إن إحنا بنشكك في القضاء المصري، لكن هناك أشخاص داخل القضاء المصري بتعمل على ازدراء الدين المسيحي والهوية الدينية، وإحنا مش هنبعد بعيد يعني، ما إحنا عندنا سيدة الكرم في المنيا، عندنا جرجس بارومي، عندنا قضايا كتير، عندنا الأطفال اللي هم خدوا 7 سنين حبس بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وهم كانوا يسخرون ممن يسخرون من الإسلام، ولكن العقوبة شكلت كما شكلت في أذانهم وأفكارهم. لا، في فندم، في حقيقة، في هناك جزء، هذا الجزء يعامل الأقباط على أنهم يعني أقل حقا، أقل مواطنة، أقل دينا، حقيقة يعني مش هنضحك على بعض. وإحنا لو فضلنا طول عمرنا مش عايزين نعترف أن هناك أخطاء، عمرنا ما هنصلح، ولا عمرنا ما هنصل للمستوى السامي لحقوق الإنسان، اللي هو الإنسان عندما يعاقب بقضية، يعاقب في قضية ما دون النظر للهوية الدينية، ودون النظر إلى عرقه، ودون النظر إلى نوعه أو جنسه. أيوه. القانون طيب. على الجميع يجب أن يطبق سواء. أيوه. طيب. ودون النظر لمسيحي أو مسلم. أيوه. ده حقيقي، ده حقيقي. وطيب، وعلى المستوى الدولي لما يعرف أو ينشر على الملأ على مستوى العالم إن دولة بتطبق القانون بهذه يعني بطريقة اختيارية بين مواطنيها، وعلى رأسهم هذه الحالة إن في مواطنين أقباط مسجونين بأكتر من المدة اللي كان محكوم عليهم. طبعا ده عار على القضاء المصري، ده عار، عار على القضاء المصري إن حد يقضي مدة أكثر من مدة العقوبة اللي تم إقرارها عليه وعقوبته بيها فيما يخص القانون سلبة الحرية وهو الحبس، ان هو يقضي مدة سنة كمان بدون وجه حق. لا، احنا كده بنقول للعالم بره احنا لا نحترم حقوق الانسان ولا نحترم تطبيق نص القانون. عشان كده احنا طالبنا قبل كده ان يكون الرقابة القضائية هي الجهة المنوط بها الفصل بين السلطات. يعني لما حد زي كده يتم احتجازه لمدة بعد المدة المقارنة النص عليها القانون الجرم اللي اتخذ اللي تم منه او اللي عقب عليه، أيوه. المفروض ان القضاء يراجع إدارة السجون بعد انتهاء المدة ويقول لها الشخص دوت انتهت مدة عقوبته، ليه في استمرار الحبس بتاعه، وهو بقى اللي يقرر ان كان استمرار الحبس في صالح القضية زي ما هم بيقولوا او عدمه. لكن احنا حاليا منظمات المجتمع الدولي بصفة عامة بتقول ان مصر فيها عقوبات سالبة للحرية بالفعل، تم القضاء انقضاءها، ولا زالت الناس اللي هي انهت عقوبتها لا زالت قيد الحبس. فده يعني ما فيهوش كلام، عار علينا كمصريين، عار على القضاء المصري، عار على سلطات السجون ان هي تستمر في هذا الامر. ايوه، اعتقد انه لما اثير هذا الموضوع منذ عده شهور، يعني دي تالت مره بنتكلم فيها عن هذا الموضوع، ويبدو ان المسؤولين لا يهتموا سوى بالتعتيم على هذا الموضوع. بص يا فندم، انا عايز اقول حاجه، عايز اقول ان مشكله قضيه الاقباط في مصر ان هي بتدار من جانب واحد، لكن انها لا تستكمل كافه الاجراءات القانونيه. يعني حضرتك دلوقتي اشخاص محتجزين بدون وجه حق، احنا المفروض نعمل ايه؟ نقدم بلاغ للسيد النائب العام بان السيد فلان والسيد فلان والسيد فلان قد انهوا مده العقوبه المنصوص عليها طبقا للجرم الذي تم ارتكابه في القضيه رقم كذا سنه كذا، وصدر قرار بالافراج عنهم ولم يطبق حتى الان، ومضوا في السجن مده قد تزيد عن العام دون وجه حق. نطالب سيادتكم بمخاطبه السلطات للافراج عنهم، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان احنا نخاطب اداره السجون ونقول لهم ان القضيه ديت لازم يكون في حد محامي كده هو فاهم، نقول لهم القضيه ديت لا تطبق عليها الجوانب الامنيه لعدم ارتكاز، لعدم اكتمال الاركان بخاصه هذه القضيه. واحد، تم بعض الاشخاص اللي هم كانوا طرف في القضيه قد يكونوا اصابهم مرض الزهايمر او كبر السن او الشيخوخه، والبعض الاخر اتجه الى مكان اخر، والاشخاص الباقيين خرج قواهم. فايه نوع الجوانب او ايه نوع الدوائر الامنيه اللي بتطبق على هذه القضيه؟ فاحنا بناخد القضيه من جانب لكن ما بنستكملش بقيه الاجراءات. فانا بطالب اي حد
يمسك قضيه تخص سواء قضيه حقوقيه او قضيه جنائيه تخص الاقباط انه يستكملها للنهايه، ما يجيش في النص يقف، لان هذا يضيع من حق المعتدى عليه او حق المجني عليه. ايوه للاسف انه يعني الكثير من مواقع الاعلام القبطي من داخل مصر او القنوات اللي بتطلع وتبث من داخل مصر يعني لا تلتفت الى هذه القضيه على الاطلاق. ايه راي حضرتك في التعتيم الاعلامي وتجاهل الجميع لهذه القضيه؟ انا ما عنديش تعليق طبعا، لاني انا ما اعرفش ايه نوع الاعلام وايه ظروف الملابسات اللي هو عنده، لكن انا عندي كلمه واحده بس، ما ضاع حق وراءه مطالبه. ده حقيقي، سواء الاعلام او غير الاعلام، ما ضاع حق وراءه مطالبه. ايوه، واحنا مش بنطالب بحاجه لا هي مخله بالامن ولا هي مخله بالوطن ولا هي فيها تطرف، ولا احنا بنقول ناس تمت انهاء عقوبتهم في جريمه لا يستحق فيها هذه العقوبه، وبالرغم من ذلك تم العقوبة عليهم وانتهت المدة ولا زالوا محبوسين. هل من الحق وهل من العدل أن ينقص شخص بعد انتهاء عقوبته في الحبس مدة عام كامل دون وجه حق؟ إذا كنا احنا بنفرج على الناس الإرهابيين وبنديهم عفو رئاسي وبنفرج عن الناس اللي هم تورطوا في أعمال إجرامية وبنقول إن هم يعني أولا الإفراج المشترط أو الإفراج الشرطي دوت بيكون عبارة عن إن هو حسن السير والسلوك في السجن، ان هو يعني نبذ العنف، ان هو بتيجي تقارير عنه الى اخره، ومع ذلك بيقبل افراجات عنهم. طب هل هؤلاء الاشخاص الاقباط العزل الضعفاء الذين صارت غريزتهم انتقاما لشرفهم بعد انتهاء مده عقوبتهم 25 عام وعام قضوه اكثر من المده المتفق عليها، هل لا يحق لهم ان يخرجوا ويستكملوا ما بقي لهم من دقائق او ايام او شهور قليله في الحياه في حرية؟ هو ده العدل؟ لا طبعا، لابد أن يتم الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. أيوه ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك. هل تحب تضيف أي شيء آخر؟ أحب أشكر حضرتك وأشكر البرنامج على إن هو متبني القضية وعنده غيرة على قضية الأقباط في مصر، وأحب أطالب المسؤولين إن هم عندما يتحول القانون الى اشخاص او يظهر القانون في اشخاص، هؤلاء الاشخاص يكون عابسين به، اراجع بفضل ان القيادات القائمه والسلطات الحاكمه ان هي تغير من هؤلاء الاشكال حتى يظهر القانون امام الجميع انه قانون راس العداله على الجميع دون النظر الى احد من حيث الديانه او الهويه او العرق او الجنس او اللون. هو ده القانون اللي احنا لابد ان يطبق عندنا. اذا طبقنا هذا الامر سنعيش سويا دون مشاحنات ودون وجود اي فتن طائفيه. ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك الاستاذ مينا ميلاد الناشط الحقوقي. ايه رايكم في ميزان العداله؟ ده ميزان العداله ولا ده ميزان البقال اللي تحتيهم؟ يعني لما يتم الحكم على سته اقباط بالمؤبد مع الاشغال الشاقه لمده يعني 25 سنه تم معاقبتهم طبقا للقانون، تم معاقبتهم أيضا على يد المتطرفين وهجموا على 50 أسرة قبطية وتم تهجيرهم من قريتهم ومن القرية المجاورة أيضا اللي ما كانش ليهم ذنب، وأكثر من كده الدولة ومؤسساتها ما زالت تنتقم منهم، وحتى الآن محبوسين سنة زيادة لكي يصبح إجمالي مدة حبسهم 26 سنة. وبعد كده لما يجي حد يتكلم على حقوق الأقباط يزعلوا، وبعد كده هو يجي البعض يقول لا تعليق على قضائنا الشامخ، وللأسف اللي بيطبقوه على مزاجهم، ما طبقوش القانون على أطراف أخرى في نفس القضية، على اللي أغوى القبطية القاصر اللي بدأت بسببها هذه المشكلة. هو مش ميزان عدالة للأسف، ولا يتبع وزارة العدل ده تقدروا تقولوا عليه ميزان أي حد تاني، لكنه بالتأكيد مش ميزان عدالة. أما على الصعيد الدولي، إيه رأي حضراتكم لما تعرف عن مصر
أن بها قضية بهذا الشأن. طيب قلت أنه سيدة الكرم هناك تلاعب، وكشفنا أمام حضراتكم أنه في تلاعب بقضيتها، والبعض بيقولوا يعني مسيرها تنصف بطريقة ما. لكن طيب إيه الوضع دلوقتي لما يطبق القانون على 5 أقباط ويتم حبسهم 25 سنة وزيادة؟ يا ترى الشكل هيبقى إيه؟ يا ترى الآن شكل الدولة إيه لما يتم حبس أقباط والحجة دواعي أمنية؟ دواعي أمنية يعني ما تحاولش تقنعني كمؤسسة دولة وكوزارة الداخلية ووزارة أو الأمن الوطني أو الأمن الدولة أيا كان اسمه، ما تحاولش تقنعني إن أنت خايف عليهم لحد ياخد بالطار ويقتل حد فيهم. الموضوع واضح وضوح الشمس إن الدولة كمان بتنتقم لمقتل قبطية قاصر تم إغوائها وبعد كده أشهروا إسلامها، وواحد اتجوزها ورجع بيها علشان تسكن أمام أسرتها القبطية القديمة. ده واقع اللي حصل، وللأسف هذا المشهد وهذه القصة الواقعية تفضح كيف تتعامل الدولة مع الأقباط، وتفضح أيضا ميزان العدالة القائم داخل مصر واللي بيستخدم بقسوة ضد الأقباط. في كل الحالات الأقباط مظلومين، لا يتم إنصافهم لما يتم الاعتداء عليهم، ويتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة وزيادة لما يكونوا هم الجناه. معنا في هذا الموضوع بإحدى المداخلات من مشاهدي البرنامج. مساء الخير يا فندم. أستاذ هاني، أهلا بحضرتك، تفضلي. أهلا بك يا بكم. يا أستاذ هاني، ليا كلمة بسيطة لو سمحت. أيام بداية ثورة يناير لما اتقتلوا في مصفير تحت الدبابات واتدهسوا بالدبابات، والمسيحيين طلعوا، انا مش هقول اقباط، ماليش دعوه بكلمه اقباط، المسيحيين طلعوا وقفه واحده، والشهداء بتوع مسبيو كل المسيحيين وقفت، حاولت الكنيسه تخليهم يبقوا جبناء، لكن المسيحيين رفضوا. وفي الجنازة بتاعت المسيحيين اللي قتلوا تحت الدبابات، كانت تحت حصار أمني كبير، طلع أسقف محترم يشكر. نشكر لسه هيفضل يقول نشكر ونشكر. طلع له الشاب اللي اتدهش بعد كده واتقتل، بس أنا ناسية اسمه، أول واحد نطق قال مش هنشكر، مش هنشكر جوه الكنيسة، وطلعوا بتوع الزفة من الأمن ومن إيه ومن إيه، اللي بعد ما قتلوا دهسوا الأقباط تحت الدبابات جايين يمشوا في الجنازة. من بعدها ابتدت ثورة يناير. يعني لازم المسيحيين يبقى لهم دور، بس لو مؤاخذة بعيد عن سلطة وقبضة الحديدية بتاعت الكنيسة. احنا الكنيسة تطلع بس ترقص وتطبل وتزغرط زي ما شفنا في الفيديوهات بتاعت الايام دي، ها؟ أي. نرقص للحاكم لكن ناخد حاجة؟ لا. طب كنا فين الوقفات اللي بتتعمل لما الزعيم بتاع مصر ويقولوا له فين حق سيدة الكرم؟ في ساعة دي الكنيسة تقفل بقها وتخرج. طيب فين حق جرجس باروني وأمه اللي عميت من كتب البكا؟ الكنيسة تخرج، الكنيسة بس تبعت الوفود للرقصين للأسف، وبعدين تقول حكم القضاء. هو لو احنا لينا وجود
كان يتعامل فينا ده كله. نحن جبناء بنتخبى تحت كلمة السلام. ملطة ما قال حدك أيمن حول الأيسر. لكن السيد المسيح لما جه شخص بيلطمه قال له لماذا يا صاحب؟ ووقفنا أقلت شوان إن قلت شوان ألطمني. ولما جه يقوم لعازف قال ارفعوا الحجر. يعني المسيحي ليه دور، لكن المسيحي أدام بيستغل بالرأس والتنطيط والزغاريث والتسقيف هم دول المسيحيين الجبناء. شكرا. متشكر جدا لمكالمة حضرتك، ويعني زي ما حضراتكم سمعتوا ويعني هذا الكلام قلناه في الحلقة الماضية وقلته على مدى سنوات طويلة منذ عام 2014 حتى يومنا هذا في نفس المناسبة وفي نفس الظروف.